لكن هذا أولا يجب أن تكون نقطة خصني الشكر أبناء العرائش الأحرار كنا مع العرائش باقي فيها المطير باقي فيها ولادة وباقي فيها بزاف الحوايج اللي كيخليهم هنا عطاونا لي مجيبش نكملو هذا حتى ولادك الناس مع الجائحة قبل الجائحة كنا مع واحد الدعم متوصلش هذوك الدعم كامل بقى لنا باقي بزاف بعض الفرق المشاركية مشات معنا هذا العام وقتها تسنى 2019 بزاف الناس ما كيعرفوهاش ما نقدروش نمشيو نيغوسيو حنا مع الاقرار كما مثلا التامه ما نقدروش عليه ونكونوا ما طحناش في الوسط ونظلموا مثلا فهمتني هذيك شي قلنا ان شاء الله المستقبل راه مازال هو مازال في الطوب باقي يطلع في الطوب ان شاء الله ونزيدوا ان شاء الله المستقبل الدوره الجايه على شنو بالنسبه لما قلت لكم رجع النقطه اللي كنت نقطه ديال ما نساهاش بالنسبه للميزانيه هاد العام التقريبيه اللي كاينه كانت 350000 درهم طبعا حنا كنا نخدمو بها ولحد الساعة البرنامج راه البارح ولا ولد البارح يمكن كنت خرجت خرجت واحد النسخة والبارح خرجت ديك النسخة ومازال كنا مازال كل نهار تقريبا مازال عندنا موديفيكاسيون على حسب كان ادابتي اللي يقدر يصبر معانا يعني هو كامل دابا المشاركين هنا باش نقول لهم انا ما عندنا ما نخبط المشاركين معنا في المهرجان كاملين كاملين يتخلصوا تصبروا في المهرجان كاملين بيهم اللي كاين في البرنامج هذا اللي كاين في البرنامج كاملين يتخلصوا تصبروا في المهرجان خلصوا السطور تاع المؤسسة يعني هذه الحد ذاته كنشكرهم من هذا المنبر هذا اللي انا فيه اللي ما عمري ما تحتيش فرصة انني نشكرهم كلهم باسمه هما راه كانوا كيعرفوا راه كيسالوا راه كيعرفوا راسهم وكنشكرهم كاملين وبالنسبة للنقطة الأخرى بالنسبة للشركات الخاص باش من كنا كنا كتبقى المداخل رمزية يعني أقصى مدخول كنتوصل من الشركات الخاصة 20 درهم وأقل واحد 2000 درهم قال لهم بلي باش نجيب شركه الماكسيموم اللي عطاتنا 20 درهم او سيجاره اللي عطاتنا 20 درهم ماكسيموم مضربه عند صابلو فارم 10 درهم خلقهم 5000 نورمال 5000 صابلو اوتو 2000 درهم فلوريس مارو 5000 درهم مارجان تاع بلاد التنينات ديالنا وبعض المسائل الجسيمية هنا باش نقول لك والله لا بين يعني احنا لحد الساعه كان ممكن باش قلنا عندنا ما هي يعني لحد الساعه احنا كنمشيو بالستارت اب وكنقولوا مادام الناس تيقي فينا احنا في المدينه راه جالسين نخرجوا للسابقه يعني دابا راه كيعرف ماشي كتساليني راجل داك في التليفون راه كتبقى تجاوبو يعني ملي كيساليني راجل راه كيعرف بلي هو عارف فلوسو في الامان حنا كنحاول انا ندير الجو ديالنا الاخوان كامل في الكتاب الاخوان كامل في الجمعيه لا في الشباب ولا كلشي كنحاولوا نديروا التدبير تصدر الميزانية الماكسيموم بوسيبل هي اللي درنا هذا العام هذا الناس ليس التقشف لأننا نحاولوا الإخوان كاملين كنشكروهم حيت صبروا معنا واللي باقي كيصبروا معنا كنتمنى أننا نديروا يد في يد ونزيدوا كاينة التعزيزات الأمنية اللي طلبوها السلطة والحمد لله هما دايرين الخطوة ديالهم أنهم غادي يديروا الماكسيموم بوسيبل باش يمشي تدوز الدورة في أبا الحلة ديالها إن شاء الله وشكرا من ناحية التنظيمية الأخ تكلم واحد الأشياء اللي كتوقع سابقة التنظيمية هي نفس العمل ديال اللجنة التنظيم ولكن كنكونوا حنا كمراسلين وكصحفيين كناخذوا الجزائر اليوم مع الفنان اللي كيجي للأسف الشديد راه شفتها وكتلقى كلشي مكروب على ديك الفنان يعني حنا ما كناخذوش الجزائر اليوم كنبقاو معطلين تما وكذا كتلقى كلشي استوديو ياخذ سيفي كولتيون باش خصو يوقف صوالح كنتمنى اللجنه التنظيم الله يرحم بها الوالدين ان يعطيونا واحد الفتره ديال 5 دقائق ناخذ الجزء ديالو ديال الناس اللي باغي ياخذ صوره اللي باغي ياخذ فيديو اللي باغي ياخذ اللي باغي حتى هذه راه ديما كتوقع لنا ماشي ولكن اسمح لي علاقه بالخدمه حنا كنقولوا حنايا كما كنقولوا حنا راه خوت مع بعضياتنا وكنهضروا في اطار ماشي في اطار رسمي اكثر من انه الاطار اننا نشكر الدوله بالنسبه ملي كنجيو كنقولوا حنا انا شخصيا كنت في اللجنه التنظيميه في 2011 2012 في اللجنه التنظيميه هذا الاحساس ديالي انا ملي كيكون النجم حداك راه ما نقدرش نلوم الشباب الجمعيه ولا نلوم اي واحد ما كيشوف شي نجم راه كيبقى يقول انا ديك اللحظه هي ديك اللحظه اللي عاد تصور معاه فيها هذيك هي الذكرى يعني ملي كيوقع هذاك ديك الضغط يمكن ساهم منا او لا يعني نتمنى هذا العام هذا ان شاء الله ما نعانيوش منها. انهم ياخذوا الصوره ياخذوا الصوره وياخذوا يبع ولكن خلينا غير واحد 5 دقائق باش ناخذ الميزان ديالو لان يجي عندك واحد الفنان اللي هو فنان كبير راه بطبيعه الحال ان الفنان هو الميزان ديال